للا نجية من وجدة، صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اياه لا بأس. مرحبا لا نعم. بأس بك. الله يبارك فيك للا نجية، مرحبا بك معنا. الحمد لله الحمد لله ربي يخليك. انا نعطيك لكخيب بصلصة شوكولا. لكخيب ب صلصة شوكولا. صلصة شوكولا. انا تمام. قدر احنا واحد ثلاث بيضات فاني. ثلاثة البيضات فاني. فاني. ربع معالق سكر سنيدة. بعد معالق سكر سنيدة. عندنا جوج كيسان حليب. جوج كيسان حليب. عندنا واحد رشة تاع الملح. رشة الملح. عندنا ثلاث معالق كبار زبدة مذوبة. ثلاثة معالق كبار زبدة مذوبة. عندنا كاس ونص دقيق. كاس ونص ديال الدقيق. عندنا واحد الياغورت صغير بنكهة الفاني. ياغورت صغير بنكهة فاني. واه غادي نمشيو للصلصة. عندنا كاس حليب. كاس حليب. عندنا معلقة صغيرة تاع النشا. معلقة صغيرة نشا. واه وعندنا معلقة صغيرة تاع الكاكاو غبرة. معلقة صغيرة كاكاو غبرة. وعندنا معلقة كبيرة تاع السكر أو حسب الذوق اللي بغى الواحد. وعندنا واحد رشة صغيرة تاع قهوة سريعة الذوبان. قهوة سريعة الذوبان. هاد هما المقادير. نعم. غادي نمشيو للطريقة. غادي ناخدو دوك المقادير تاع الكخيب. غادي نخلطو كلشي في الخلاط مع عاد الزبدة. نخلو الزبدة التالي، يعني كنخلطو المقادير الأولى مع البيض والفاني والسكر والحليب. ديك رشة تاع الملح كنخلطو مزيان. من بعد ملي كنخوف واحد الإناء كنزيدو ديك الزبدة كندوبوها ونزيدوها نخلطو إيدينا ونخليو واحد 10 دقايق يرتاح. من بعد كناخدو النقلة ديالنا تاع البغرير. كنسخنوها وكنبقاو نطيبو فيها هاد الكخيب من جوج جهات. من بعد كنديرو بحال اللي كنطيبو البغرير، يعني كناخدو ديك غير فان يعني بحال البغرير وصافي. هذا كنقلبوه بجوج جهات. من بعد كنمشيو نوجدو الصلصة. كناخدو كنخلطو ديك كاس حليب مع معلقة صغيرة تاع النشا مع معلقة صغيرة تاع الكاكاو مع ديك معلقة كبيرة تاع السكر أو حسب الذوق مع ديك رشة صغيرة تاع قهوة سريعة الذوبان. كنخلطو كل شيء وكنديروه في واحد فوق النار نبقاو نحركو حتى كيتقال. من بعد ملي كيوجد لنا كن إما نزوقو كنرافقو مع ديك الكخيب إما كنزوقو خطوط من الفوق. وكنقدموها بالصحة والراحة. نعطيك واحد العصير كنقدمو معاه. عصير شنو ديالاش؟ كنقطعو واحد البنانة. بنانة. وكنزيدو عليها واحد جوج تفاحات. جوج تفاحات. واحد الحامضة. الحامضة مقشرة. وكنزيدو عليها واحد لترو ونص تاع الماء. لترو ونص د الماء. وكنخليهم يطيبو واحد ربع ساعة. يطيبو ربع ساعة ياك؟ واه واه ربع ساعة. من بعد كنخليو حتى كيبرد. كنديرو في واحد الخلاط ونقطعو عليه جوج برتقالات. كبار أو ثلاثة صغار. وكنزيدو السكر حسب الذوق. وكنطحنو كل شيء وكنصفيوه ونخليو حتى كيبرد وصحة وراحة. وعاد كيخرج لنا جوج يطرو وشوية إن شاء الله. تبارك الله عليك. وحنا مقبلين على شهر رمضان وهذا الشيء بغيت نبقاو نوجدوها. غير نحاولوا على صحتنا شي شوية من طبيعة الحال. لا إفراط ولا تفريط. تبارك الله عليك. شكرا لك للا نجية.